خلونا نتابع مع حضراتكم الأخبار اللي هتحصل النهاردة. فالنهاردة هيتم إطلاق قوافل دعوية مشتركة بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف إلى محافظات الجيزة وأسوان والبحر الأحمر. النهاردة كمان هيتم غلق باب التسجيل لأداء اختبارات القدرات بجامعة الأزهر. في كمان ثلاث ماتشات مهمة في الدوري أو الجولة 31 من الدوري المصري. بالنسبة للأخبار المهمة اللي هتحصل النهاردة، فهيتم إطلاق قوافل دعوية مشتركة بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف لمحافظات الجيزة وأسوان والبحر الأحمر، وهيكون المحور الأساسي للحديث هو الآيات الكونية في القرآن الكريم. كمان النهاردة هيتم غلق باب التسجيل للتقدم لاختبار القدرات بجامعة الأزهر بالنسبة للكليات اللي بتتطلب اختبار قدرات، وأكدت الجامعة إنه لن يعد فتح باب تسجيل الرغبات مرة تانية. النهاردة مكتبة الإسكندرية هتقدم من خلال مركز الفنون عرض مسرحي تحت عنوان ابن الجيل 2 عريس الليلة، وده هيكون الساعة 8:30 بالليل في القاعة الكبرى بمركز المؤتمرات بمكتبة الإسكندرية. النهاردة في ثلاث مباريات مهمة في الجولة 31 من الدوري المصري الممتاز. فاركو هيواجه الزمالك الساعة 6:30 باستاد الإسكندرية، وفي نفس الميعاد هيكون في مباراة مصر المقاصة أمام المقاولين العرب، والساعة 9 بالليل فريق بيراميدز هيواجه سموحة. كده مشاهدينا خلصت جولتنا أو أولى فقراتنا الإخبارية، نطلع لفاصل سريع ونرجع ونكمل معاكم باقي فقراتنا في صباح الخير يا مصر.